поднять флажок, даже скорее офсайд тут был. Но на тоненького, как говорится, оставим на усмотрение арбитра. В любом случае... نايس فيرونا بهذا فاين مقام هدف واحد شوف الهدف الجديد شوف الكرة شوف أليسيو تشيرشي أليسيو تشيرشي مرر والثالث هذه المرة من القدوري القدوري ثاني يضرب بالثلاثة بعيد عاد أمام اليوفي لكن أراها العودة الصعبة أمام التورينو أمام الهدف الثالث بلمسك